شكرا لدعوتكم وحضوري بينكم، نورتنا وشرفنا. احنا اللي عذرا على التقصير معاك صراحه، جايكم الدور. المسرح، مسرح ابو الفنون، لكن كبير كبير. ليش؟ بمواهب اكيد، ما شاء الله عليكم. انا دائما اقول المسرح هو شغف، هو فن، لوحه فنيه نقدمها. صحيح. كيف نقدر نقدم لوحه فنيه لجمهورنا؟ لازم تكون عناصرها متكامله، ولكن ما في شيء نقول. لكن العناصر المتكامله، خلينا نقول من اضاءه، من صوتيات، من ممثلين، من نص متميز، مخرج متميز، من حضور جمهور. ما هو حكيت حضور الجمهور، اذكر كنا احنا 32 تقريبا واحد في الاستوديو. يعني بعض الاخوات والاخوان الله يعطيهم العافيه، الله امين، تعبانين شغلوا. ناس انا جيت مشوار من الرياض لهم خصوصي حوالي 5 ساعات طريق، ويعني الله يجزيهم خير يعني شاركونا بغيابهم. هذا شيء يحصل دائما. يعني السؤال هنا، هل ينفع يجوز انه الرجل يدور مثل دور المرأة؟ بالنسبة لي انا كشخص، انا اشوف المرأة هي تمثل نفسها والرجل يمثل نفسه. يعني المرأة تليق عليها ادوارها هي، مثلا الرجال يمكن يطلعها بطريقة غير مناسبة، يمكن يسوي اوفر دور. هذا بالنسبة لي، يمكن الشباب عندهم وجهة نظر ثانية، أنا ما أدري. أنا عندي وجهة نظر مختلفة يعني. أنا أشوف أنه ما يمنع أن الرجل يؤدي دور المرأة على خشبة المسرح. أنا شفتها في مسرحيات مرة واجد، وأنا قدمتها يمكن مرتين بعد. بس طبعا يكون بعض الأحيان قد يكون لها ظروفها، في فترة كانت المرأة غير مسموح لها بالصعود على خشبة المسرح، وبعض الأحيان لا، كنا نستخدم هذا الشيء من نوع من أنواع الأوفرز الكوميدي، ويطلع بشكل مره لطيف ويتقبل الجمهور. صحيح تلاقي لك 2-3 انت اللي تمثلنا، لكن الحمد لله. هذا الموضوع اشوف منظور ثاني. ليه؟ احيانا احتاج في دور معين ابغى مره. بعض الممثلات الموجودين في الفتره الحاليه صار موضوع استعراض اكثر مما هو تمثيل شخصيه موجوده في النص مكتوبه. صار الاستعراض لهم هم، تركوا الشخصيه، القضيه المطروحه من الكاتب. فاحيانا ممكن احتاج رجل يقدر يجسد المراه بشكل صحيح وجيب الشخصية اللي بالنص. أنا يعني كذا ما أحتاج مرة، أنا برس أقدم اللي في النص، ما أبغى أقدمك أنت كممثلة أو أنت كممثل. حتى على الريجين نفس الكلام بالضبط، إذا بقدم الشخصية أحتاج شخص يعبي لها الشخصية. هنا يجي على النقطة اللي نقولها، إنه هل يمكن للكاتب مع احترامنا له طبعًا في مرونة على خشبة مسرح من ممثلين؟ أنا أعتقد الكاتب مجرد ما يكتب نصه ويسلمه للمخرج، المفروض مهمة تنتهي. في مخرجين لا، يتعاون مع الكاتب اكثر واكثر بعد كتابه النص، ويكون بينهم مرش وحوارات. وبعض الاحيان يعني في، خلينا نقول، نصوص مسافره. يعني قد يكون انا عندي عرض قاعد اقدمه في السعوديه الى نص مثلا عراقي، نص فلسطيني، نص لبناني، فيكون التواصل ضعيف نوعا ما مع المؤلف، او الفكره ما توصل بالضبط للمجتمع العراقي او الفلسطيني. ما يناسب هنا المجتمع، الثقافات تختلف. مدام المخرج ما غير فكرة النص ورسالته، الكاتب ما يقدر يتدخل في الموضوع. بس إذا غير الفكرة الرئيسية من النص، لاحين الكاتب يتدخل، نقدر نقول أصلاً ما عاد هو نص الكاتب. هذا كأنك أنت المخرج سويت كل، كأنك أنت سويت نص جديد. هنا نجي نقول إحنا الحمد لله بلادنا كبيرة، بشكل مختصر 7 مناطق، بمعنى آخر 7 ثقافات. هل خشبة المسرح تمثل ثقافة معينة؟ أنا ما أشوف هذا. كيف تشوفه؟ أشوف إنه الفن هو فن، ما هو متصل على منطقة معينة أو شخص معين أو عادات وتقاليد ناس معينين. لا، أنت بتقدم فن على خشبة المسرح، بتقدم فن، ما راح تقدم جهة معينة. يعني يمكن يكون في تأثير إلى طبيعة المنطقة بعض الأحيان على خشبة المسرح. الطبيعة مثلاً، خلينا نقول البحرية، الطبيعة البدوية، قد تكون يعني كثيمة. أنا النقطة بوضحها، إنه في كثير ناس من الإخوان والأخوات اللي ما قابلتهم يقول لك ترى أنا من الجنوب، أنا من الشمال، من الغربية. أنا لما أقول يعني غلطوني إذا كنت غلطان، يعني أنتم من المسرح، أنا هندسية في المسرح. المسرح هو عكس ثقافة وليس عكس منطقة. قد أجسم المنطقة اللي تفضلت فيها بطبيعتها،
لكن لا يمنع انه البحر يمثله البر والجبال تمثلها الصحارى. هذه النقطة اللي هو تقمص الشخصية اللي مكتوبة بالنص. صحيح. لو جيت أنا مثلا عبد الهادي أديت شخصية حمد في نص ما، راح أقدم حمد، الجمهور ما بيشوف عبد الهادي بيشوف حمد. لكن إذا جيت أنا قدمت عبد الهادي عبد الهادي عبد الهادي في أكثر من عمل مسرحي كبير، إيه أنا ما راح أوصل شيء أنت تبغاه، فأنا أقدم النص ما أقدم الشخص يعني. طب هل برأيكم إنه الممثل ممثلة يوم يقتبس دور معين المسرحية تجلس فترة طويلة من نوع ما، هل يجوز انه يغير من مكانته خشفه مسرح ولا خلي علمه هو عليه لتمكن من الشخصيه؟ لانه انت ما تكون خشفه مسرح تقتبس شخصيه ما اللي هو الدور اللي انت جاي صح. عليه. فاليوم انا فور اكزامبل انا دراما حلقه ما، وجاء اخوي احمد اي نعم كوميديان، بفضل ان انت في خشفه المسرح في دور الثاني، هل هذا طبيعي او صحي؟ هو شوف شيء طبيعي، لكن بعض الأحيان سبحان الله يعني لما يطلع ممثل ويبدع في دور درامي كويس خلاص يبدأ المخرجين والجمهور يمسك عليه إنه هو درامي على أساس يكسر هذه الحالة وينتقل إلى كاركتر ثاني، مرة يكون صعب لأن خلاص الجمهور بعض الأحيان إذا تقبلك في شخصية معينة يمسك فيك ومو حاب إنه يغيرها، يبغاك بهذه الشخصية وبهذا الشكل طول عمرك. اللي بي يعني بتك من هالموضوع هو الممثل اللي يدخل للمتعة وللتجريب. هذا ينحاش من حساب. يعني أنا لما تعطيني شخصية درامية في هالعمل أكيد راح أقول لك لا العمل الجاي ما أبغى دراما أبغى كوميديا وجرب نصف الكوميديا. هذا هو اللي يقدر يخرج من اللي يخرج من منطقة الراحة بمعنى صح. يعني أنت خلاص أنت عارف قوتك في الكوميديا. أوكي أنا بجرب في الدراما بجرب في الأشياء الصعبة هذه. فأنا أخرج من دائرة الراحة دي، أنا أجرب نفسي أول كشخص كممثل أشوف إمكانياتي. إذا ناسبت ما ناسبت يمكن برجع للشخصية القديمة، بس برضو بتعلم وبشتغل على الشخصيات. هنا تجي مجال واسع من التحديات. يعني قبل شوي كنا مثلا تكلمنا عن تمثيل خلينا نقول رجل لدور المرأة، أحد الزملاء كذا مسك عليه دور الشخصية الكوميدية النسائية فقال جماعة أنا مليت، صاروا يكتبون النص وخلاص هم متخيلينه هو في الدور. جماعة خلاص no more اوكي اشتغل انا بشخصيه اشتغل كوميديان رجل، ليش ما اقدر اضحك يعني. ففي صعوبه، لكن سبحان الله لما هو يصر على تقديم هذا الشيء تلقاه ينجح، يعني لان اساسا الموهبه موجوده عنده والدافع موجود عنده. الحين خلاص صار اصلا الناس نسيته في الشخصيه النسائيه شافته شخص ثاني. هنا تيجي الفلسفه اللي يقول لك تبغى تنجح في عملك اعشقه. صحيح. فاذا ما انت راعي مسرح على خشبه لا تقولها ممثل. صح. طيب ايش فلسفه المسرح عن السينما في التمثيل؟ المسرح حي، بتقابل جمهور حي، بتاخذ الرياكشن حي. السينما لا، السينما يمكن بعد شهرين ثلاثة شهور يجيك الشخص يقول لك والله دورك كان حلو. انت هنا لا، تاخذ الرياكشن على طول، تاخذ الانفعال الجمهور، تقبلك ما تقبلك، انت هنا بتشوف نفسك، بتشوف هل انت تنفع تكون متفاعل اكثر. اي حي حي حي. وهذا احنا اللي انا بالنسبه لي انا احب المسرح كثير. ليش؟ اخذ الرياكشن موجود مباشر. مباشر اعرف انا وين واصل، وين النقاط اللي وصلتها، فين انا ابدعت، فين انا اخفقت، فين انا مثلا رميت افيه يمكن ما ضرب، انا عرفت انه ما اقدر اضرب افيهات. فهذا المسرح يعلمك كلمه الافيه. في ناس يمكن ما تعرفها الناحيه الفنيه، النكته اللي هي الكليك اللي تطلع بينهم، النكته الطيبه، النكته العفويه، النكته الطيبه، النكته العفويه. ما هي ما احنا دائما نبغى يكون يعني باذن الله كلكم خير وبركه، انه يكون روحنا طيبه على خشبه المسرح، لانه لا نستخف لحظه اللي جالس يتابعنا الجمهور. يوم ما تستخف جمهورك اكسوا عليك طبعا، فصعب انك ترجع تكسب ثقل. انا اليوم جيت اشوف محمد على مسرحيه ما، يلا محمد قوم، لما حصلك استخفيت فيا باسلوب تمثيلك ضحفت خلاص. إيه ما في جديه، ما استهبل، ما في جديه، ما راح يتقبلك اصلا. غير انك جاي، انت جاي تستهبل، جاي ما انت جاي تقدم دور. على نقطة السينما والمسرح، أنا أشبه المسرح هي غرفة تقدر تصارخ فيها زي ما تبي، سواء بصوتك، بأدائك، بتعبيراتك، بشخصياتك. السينما لا، أنت تراقب، عندك حساس موجود على الجهاز يراقب المخرج. إذا تعديت اللون الأخضر الأصفر أنت هنا تحكم كممثل. ما عاد تقدر ودك تعطي أكثر، بس في شيء قاعد يردك، فتضطر أنك أحيانا ما تقدم، ما تطلع أنت بشكلك الصح، بس على المسرح أنت تطلع صح. اللي يتأسس دائما على المسرح هو ناجح في السينما والتلفزيون بشكل كبير. بس طبعا في فرق كبير في التكنيك
كممثل مسرحي وكتلفزيوني وكسينمائي، كل واحدة سبحان الله فيها فروقات. يمكن احنا كمسرحيين لما نروح نشتغل مع السينمائيين او التلفزيونيين في البداية يقولون انت جميل بس انت مسرحي، عرفت؟ فبعض الاحيان احنا الاوفر اكتنج حقنا اللي على خشبة المسرح نحتاجه حق يوصل الى الناس كاملة، بس في التلفزيون لا، والسينما لا، في تدقيق اكثر، في سبحان الله يمكن هناك تروح الى الاحساس الداخلي اكثر بكثير من المسرح وهو كتمثيل. هناك لا، يمكن الاحساس مطلب اكبر، مو معنى ان المسرح ما فيه احساس، بس الاوفر اكتنج مطلوب على المسرح، بينما في التلفزيون والسينما لا، قد يكون الاحساس يعني في بعض المراحل اهم. ونقطه انا عجبتني في عبد الهادي لما قال لك المسرح اقوى، انا واثق في الراي، عشت اكثر من مسرحيه وعشت في التمثيل التصوير. اللي ما يقدر يوقف خشب مسرح مستحيل يعرف يوقف على الكاميرا، لانه المسرح له هيبته وله مكانته قدام الجمهور. الكاميرا كت وريدو اندو مش عارف ايش الكاميرا كله، المسرح ما فيها. فتعبيرك عجبني فيه، على المسرح انت تعطي 100% ولازم تتجاوز شوي ال100 في بدايه عرضك عشان تكون عندك نفس النهايه. السينما انت تقول المخرج كم تبغى مني، يمكن يقول لك ابغى 1% منك، اوكي اعطيك 1% وامشي. السينمائي لا، طلع على المسرح اذا بدا بالسينما غالبا، يعني في يعني في اشخاص انا شفتهم يبدا على المسرح قضايا طبعا مو عارف يعطي زياده، لكن المسرحي باول ما تقابله على الكاميرا بتقول له في كادر في عندك شويه اوفر، اوكي علمني وش اللي يضبط معك. عنده زي المعايير انت تعدلها للممثل يشتغل معك على طول. ادجستبل. طب الحين احنا تكلمنا في عده نقاط، خلينا نتكلم على حاجه ثانيه، نوع من الاساس. الحمد لله في توجيه كريم من سيدي اسمه الامير محمد بن سلمان على دعم الثقافات كل اشكالها بالفنون، من ضمنها طبعا المسرح. ايش تتمنى تشوفه من دعم سواء حكومي او خاص على خشبة المسرح؟ انا بالنسبه انا القلب اشوفه بشغف طالع والله. الله انا نفسي يكون عنده مجمع مسارح، مجمع زي صالات السينما، لا مجمع مسارح في كل منطقه، في مجمع مسارح قام فيه المهرجانات. اوكي يعني اقدر استضيف الناس من تونس، من الجزائر، من المغرب، اي اول شيء استضيفهم اوريهم التحفه اللي عندنا الفنيه في المعارض هذه كامله. وغير كذا انه يكون عندي مجمع مسارح انه كل يوم تقدم مسرحيه في مسرح معين. يعني عندك الساعه 7 مثلا في مسرحيه في المسرح الفلاني، الساعه 9 عندك في المسرح الفلاني، ففي الفرق تشتغل كلها تلقى مكان يشتغلوا فيه. بس الحين يعني صح انه في مسارح بس قليل قليلة. قليل قليل. طب كيف شفت تاهيل المسارح؟ والله محمد شكلك بتورطني انت الحين، بس يلا يلا مو مشكله. الامكانيات موجوده واحنا نشتغل باللي موجود، يعني ما عندنا عذر، اللي موجود نشتغل فيه. جانا شيء هنا يجي سؤال عكسي او نقطه عكسيه عشان ما تقولوا جت الدوله واسست مجمع مسارح طموحكم، وجاء القطاع الخاص ودعم المسرحيات المنتجين. هل عندنا المواهب من شباب وبنات جاهزين ليغطوا هذا الطموح؟ طبعا لا يبغى لها معليش كلنا لا بس طبعا في مو طبيعي ترى، في مواهب مره كثيره مره كثيره، وبعضها يبدع في المسرح، لكن يوصل لمرحله يعني لما ما يلقى شيء، يعني حتى التقدير الاعلامي ما يلقاه يبطل. وفي ناس لا، في ناس نفسها طويل، يعني الناس بعد برضو واحد يقدر يشتغل يوم يومين ثلاثه، واحد يقدر يشتغل 10 سنوات. فالموضوع صراحه مختلف. انا على موضوع اجتهاد شخصي، انا على موضوع اجتهاد شخصي ما هو موضوع، على موضوع وزاره الثقافه اللي قلت عاوز مجمع مسارح. انا ودي ارجع 15 سنه اساس اقدر استفيد من الامور اللي قاعده تقدمها الحين وزاره الثقافه. اطلع وفعلا اتعلم، يعني قبل هذا الموضوع يعني احنا فعلا هو وقاعدين نتعلم، خلينا نقول تعليم ذاتي يعني قاعدين ناخذ ورش من الفنانين الموجودين في المملكه، قاعدين نطلع الدول اللي برا. يعني انا طلعت البحرين، طلعت الكويت، استفدت من الدورات من ناس ودكاتره ومدرسين. الهدف منها اني انا اطور من روحي، بس هذه الفرصه اللي الحين موجوده عند الشباب خصوصا الجيل اللي خلينا نقول اللي بالثانويه واللي راح يتخرجوا من الثانويه او بدايه العمل، اللي يقدر يطلع يستفيد من هذه الفرصه الذهبيه ما تفوتها. نتمنى انه ان شاء الله يكون المنصب الجديد فناننا الدكتور سلطان البازلي اللي هو رئيس هيئه المسرح والاداء دور في دعم
المعنوي المالي في الأشياء دي كلها إن شاء الله. بإذن الله. هنا تفضل حاجة ثانية إنه لما تقول في مسارح، كم مسرحية تتوقع ممكن ننفذ أسبوعيا؟ هذا السؤال عشان لما نروح للمنتجين أقول ترى عندنا عدد كافي من الكتاب والمنتجين والممثلين والممثلات. بالنسبة لي أنا أيوة. أنا أسبوعين أطلع لك مسرحية. بس مسرحية تستاهل يعني إنه حضورها؟ أنا أقول لك تعال الجمعة الجاي شوف شغل أسبوعين، ما هو شغل شهر. أسبوعين على أسبوعين أشتغل مع الشباب بروفات يومية من الساعة 6 المغرب لين الساعة 10، طلع لك عمل متكامل. إيه عندي شباب عندهم شغف. طب هنا يكون النقطة إنه كيف الحضور؟ أنتوا تعبتوا والله تكمل عفش تروحوا. كيف حضور الجمهور؟ دعوات. لازم تدعي فلان وتكلم فلان وتكلم فلان عشان يجيك جمهور. كلام جد؟ اي والله لا شيء محزن والله. الموضوع فيه حوسه صراحه. الان الموضوع فيه حوسه من ناحيه المنتجين والممثلين والمخرجين جهات حكوميه، في تحس في كركبه مو واضحه. اللي قاعد يصير الان من الهيئه والوزاره هو الترتيب. بس في شغله نحتاج نسويها انا اشوف غايبه، اللي هي في عندنا في شيء في السطح وفي شيء في القاع. الانظار على السطح. يعني لو نزحف القاع كذا السطح شوي ونطالع في القاع من ممثلين من كتاب من مخرجين من حتى شباب منتجين صغار، لو نطالع القاع اللي توهم بادين في تحت ترى جوهر عظيم ما حد شاف. يعني انا من الاشخاص اللي خسرت على نفسي ما يقارب 10000 ريال سفر روح وجاي دورات حضور. هل نفسك لحالك يا حال غير اشياء؟ طبعا انا تقريبا ما بادي لي 5 سنوات في غيري له سنين. طب هل قدمت الحين على البعثات حقت الوزاره؟ قدمت مين انتظر ان شاء الله تشقب خير. انا بختلف مع محمد في شغله، هو قال اسبوعين واجهز لك عرض. هو فعلا اسبوعين حيجهز لك عرض فني جيد، لكن انا اختلف معاه في شغله. انت على اساس تقدم عرض وتجيب كمان الجمهور بشكل مميز، انا احس ان انت تحتاج مو اقل من شهرين. ليش؟ ما اتكلم بس على تجهيز العرض كممثلين وكفكره وكنص والامور هذه اللي المفروض حتكون جاهزه قبل ما يبدا بروفات بلا شك. لكن احنا مقصرين نسبيا في التسويق العروض. ايه شكرا. وما نلام. ليش؟ يعني انا اساسا اشتغل without budget. اوكي. يعني انا ما في منتج يتبنى المجموعه هذه حق يشتغل. لكن وابغى الناس توصل. اذا انا ما اوصل للناس بالاعلام سواء المرئي المقروء الحين خلاص خلينا نقول انتهى زين، ما راح اوصل. يعني احنا لسه مقدمين عروض مسرحيه قبل فتره، في البدايه كنا خايفين يعني اساسا ما عندنا الطاقه ان احنا نعمل اعلان لان احنا اوريدي بدون بجت. طيب يا جماعه الخير، طيب اخذنا بفكره عبد الهادي ندعو الناس وفكره محمد ندعو الناس، تعرف الناس انه في عرض مسرحي يجونا العرض اللي بعده. اترى الناس لا تجي بس اساس انه اوكي انا هالمره باخذ تيكت فري وحدخل وبمشي وسلام عليكم. جاتني دعوه جاتني دعوه. فاحنا الخطوه الثانيه قلنا لا، يعني صرنا الحين لا نستخدم وسائل السوشيال ميديا الموجوده اللي انت ممكن تدفع فيها. يعني انا مثلا بدل ما ادعي لي 50 شخص ويكلفني قيمه تذاكرهم مثلا 3000 ريال، مثلا احط 3000 ريال في السوشيال ميديا في الانستغرام سناب شات، هذه وسائل صارت مفتوحه الان. هذه لو انا استخدمتها فعلا حيجيني الجمهور. يعني انا عندي الاسبوعين لو اضفت اليها اسبوعين اسبوعين او ثلاثه اضافيين للتسويق اتوقع هذا الشيء حينفع. طبعا هي مخاطره طبعا، لان من اللي حيحط فلوس بعدين ما يعرف ان هي حترجع ولا مش حترجع. في الجمهور يحضر عروض بس كل ما حضر عرض يطلع هو خايف. ليه؟ من المحتوى العرض، من الفرجه، من الشو اللي في العرض ضعيف ولا في عروض في عروض يحضر لها جمهور ايوه يطلع زعلان انه اللي على المسرح ضعيف. يوم تقعد تنبش بالعمل تكتشف ان الموضوع هو كله اصلا في لف ودوران من كواليس العمل. طب هنا ما يكون مسؤول، هل هي الجمعيه ولا الجمعيه مكان؟ الجمعيه ما لها علاقه، الجمعيه مكان هذا انتم اللي تكونوا مسؤولين. الشخص اللي بيجي يقدم العرض معناته هنا لازم يكون في دور احد رقابة. ما رقابه يعني زي ما صار عندنا في جمعيه الثقافه والفنون صار في تقييم للفنان. انت فنان انت ما انت فنان لا تزعل مني انت صحيح. انت تمثل الفن السعودي وهذا يعني يطلع على المستوى العام العربي. هي تبدا هي انا اشوف المخرج لو يحط في منطقه خطر في كل عمل يسوي راح يضطر انه يضغط الممثل، راح يضطر انه يضغط مهندس الاضاءه، يضطر انه يضغط اللي يبيع التذاكر في الشباك برا اساس ما يكون في الخطر. طبعا اللي بيضغط غالب المنتج، لكن لو جبنا المنتج وخلينا واحد يضغط ليه ما نحط معايير وجوده للعمل المسرحي؟ خلاص ما انت ما تقدر تتجاوزها، انت منتج عندك تصريح تقدم عمل. اذا انت ما قدمت المعايير المحطوطه لك المره الجايه ما تاخذ تصريح.
الموضوع مو بيع فلوس بالضبط. الموضوع في قيمه فنيه ترى، وهذا الصح. وفي امور شوي يعني بعد برضو تاثر حاليا، يعني مثلا الحين لما بتقدم عرض مسرحي انت تضيع، لا يزال في ضياع، ان انت ضايع بين مثلا هيئه الترفيه او وزاره الثقافه. بس انتهى الموضوع هذا، صرنا ثقافه بحت الحين، صرنا وزاره ثقافه، صرنا هيئه. لا تزال بعض العروض المسرحيه تحتاج موافقه الى هيئه الترفيه، خصوصا في العروض اللي ما تقام في الاماكن في الاماكن التجاريه الجديده. يعني بعض الاحيان انا اذكر احد العروض احنا جتنا موافقه العرض من هيئه الترفيه قبل العرض 3-4 ايام. واساسا ممنوع انك تنزل اعلان واحد الا لما يجيك تصريح، ولما يجيك تصريح لازم ايضا هيئه الترفيه توافق لك بعد على الاعلان. يعني حتى لما نتوجه الى المسرح التجاري ونقدم فيه، نبغى نقدم فيه مسرح بشكل جيد، فاذا هذه الامور ما تكون متوفره لدينا بفتره كافيه برضو ما راح. معلش انا اللي جاي لكم دور انتم في اللوم، انتم الحين عارفين تسوي مسرحيه، لا تقولوا بسوي بعد اسبوعين ولا بعد شهرين، اعطها مده كافيه من التنسيق الاداري الضمنين. دحين شغال على الكواليس والتمثيل والكتاب هذا كله، وسوي حمله الموافقات والمبيعات قبلها فترة. بقول لك شيء، قول. هيئه الترفيه من ضمن شروطها مثلا ان هي تطلب شهرين الى الموافقه على اي عرض. شوف جميل. واحنا نتبع هذه الشهرين كويس. ومع ذلك بعض الاحيان يعني احنا العرض الاخير اللي قدمناه مؤخرا ثلاث ايام راحت لنا من العروض اللي حطيناها في السكيدجولز، لان الموافقه جتنا بعدها، مع ان احنا رافعين الوقت كافي. يعني بعض عذرا يعني بعض الاحيان احنا مثلا لما ما يكون عندنا الاسم الواو او الاسم الفيموس او الاسم الستار ممكن ما نلفت، مع ان احنا كشباب سعوديين متاكد ان عندنا القدره ان احنا نطلع ونقدم عرض مبهر الى الجمهور متى ما توفرت العناصر ان شاء الله. انا عندي امي تفضل وش اذا في عمل مسرحي بيقدم بنجم شباك، ليش ما نحط شروط زي ايش؟ عندي نجم شباك مقابله 4 شباب سعوديين في العمل السعودي. هو عمل سعودي صحيح، فليصدمنا انه قاعد يجون نجوم شباك مو سعوديين، 5 نجوم شباك ويمثلون العمل السعودي و20 ممثل سعودي النص كمباس. إيه، فليش ما نقول عندي نجم مقابله 4، بتجيب 20 نجم جيب لي دبلهم سعوديين. طبعا سعوديين من ممثلين، من إدارة كواليس، من مهندسين إضاءة وإلى آخره، هذه تزيدك أنت كمنتج. يعني لو نحط في زي أرجع أقول لو نحط ضوابط وتقييم للمنتجين تحديدا، أنا هنا راح أضمن حقوق كل فريق العمل. زائد أن نحتاج إلى موضوع كاستنج للأعمال. يعني لو كل عمل يقام له كاستنج ويعرض على وزارة الثقافة والهيئة أنه العمل الفلاني مثلا نقول عمل عامل في كاستنج، وعندي كاستنج عدد كذا وفيديوهات، لا هنا أنا أقول العمل أخذ حقه. صحيح. حتى الشباب اللي تو طب انتم ما تسجلون المسرحيات اللي تسوونها؟ ما عندكم دوكيومنتيشن؟ سجل جوالاتنا وسجل لا ما يجوز طبعا. طيب كاميرات حطوها بودكاست، هذه يبغى لها فلوس. ليه؟ والله يبغى لها فلوس، واذا جاء احد جاء اشتغل معانا هنا يمكن يطلع لي فيديو مخصوص. زي اخر مسرحيه انا سويتها النص هذا ممسوع، ما في شيء. طيب يبغى لك يعني لو شفتك واحد من ممول يجيب لك كاميرات، بس يبغى لك واحد يشغل الكاميرات ويصورها، يعني ما اقدر عليها. احنا نلاقي صراحه بعض الاحيان تعاون من اخواننا السينمائيين، لان زي ما احنا نشتغل عندهم بعض الاحيان ببلاش وفزعات، فهم يجوا بعض الاحيان صراحه يفزعوا معنا، بس مو كل وقت صراحه، مو كل وقت. هنا انا شيء يحزني ويزعلني من اخوه الفيلم السعودي، خلينا نقول انه استغلوكم ما تكون مقابل، وصار معي موقف شفته عشرته، اشتغلوكم ككومبرس يعطيك العافيه ومشيت وما اخذت كريدت. شكرا. ذاك حركه اكزاكتلي. طيب يا جماعه السينما لا تنسوا المسرح له اقليه منكم، فباذن الله تكون رصتنا وصلت للجميع، سواء من المسؤولين وزاره الثقافه او هيئه المسرح ان شاء الله والاداء او اهل السينما السعودي، لانه عندي عضويه معاهم الله يسلم يقول هي بس. اوكي. لا بالعكس، حبوبين جماعه السينما، حبوبين كلهم. السينما السينما عندهم شغله اللي هي جربون. فعليا احنا في المسرح ترى نسوي شيء، احنا نجرب في المسرح، في عروض جربها، ترى نقدم العرض وحنا نقول احنا العرض هذا فاشل. بساطر. الجمهور يدخل، الجمهور بيطلع نتفاجأ بعد العرض الجمهور واقف يصفق. انا احد العروض عشتها اطالع في الجمهور كذا شلون واقف يصفق، انا مؤمن 100% انه فاهم. فالتجريب شيء مره قوي. في احد المخرجين جرب محمد جميل في عمل، اتفاجأت في الانستغرام كاتب محمد جميل غير نظرتي لاي ممثل مسرحي في اي فيلم سينمائي.
لانه جرب ما شاء الله. فالموضوع بس خلنا السينمائيين في العاده يعني يدوروا في الصوره اكثر شيء، فسبحان الله يعني يجي يتخيلك انت هذا الشكل شيء معين، الشيبتين هذول الثلاث انا هذه اللي ابغاهم، استدعي لي شيبات لا مثلا فيكون هو عندهم توجه الى الصوره اكثر من التمثيل صراحه. عن الفعلين الجمهور المتابع يبغى الاداء ما يبغى الصوره بشكل كبير. لما نحضر فيلم اجنبي، انا حضرت فيلم كوري اللي اخذ الاوسكار قبل اسبوع، ما في اي جمال في الممثلين، مو يعني مو بس الروايه كانت كويسه، بس كان اداء اداء الممثلين كان يكس. ففعلا اذا تبي الاداء تعالوا مسرحيين، وفي امثله كثير في السينما الان ترى بدايته كانت مسرح. طب الحين لو جاء منتج واحد يبغى يمول مسرحيه، ايش الاشياء تطلبونها منه؟ نبغى يتفرج بس ويعطينا فلوس يفوز يتفرج. لا ما يصير، انا صعب يعني خلينا نكون واقعيين، لازم يقيم الرجال، لازم يجي يتفرج اول شيء ويترك الامور الفنيه على المخرج وعلى المؤلف هذا اللي يسأل. ومن حقه يسأل، من حقه طبيعي يسأل. لازم يعني التدخلات، انت كمنتج انت ما انت فنان، انت تدور ماده، انت بزنس مان، فخلي الشيء الفني للفني وانت اهتم بالماده، اهتم انت بالدعايه بالتسويق بسبونسر انت بتجيبهم، هذا شغله. خلي المسرح للمسرح، خلي العمل الكادر الفني هو بينظم لك العمل، هو بيسوي لك شيء. المنتج ايه؟ الفنان مطلب، ايه؟ المنتج الفنان مطلب. وبرضه بعد احيانا بعض المنتجين الفنانين بعد يكونوا لو في منتج يجرب شغلات، انه بدل ما اجيب نجم، كم بعطي النجم 30,000 على العروض، ليش ما احطها دعايات واجيب سعوديين ياخذوا 100 ريال في العرض؟ مثال الجمهور بيحضر بسبب الدعايات وموقع اللي اخترته، بيؤمن بالموجودين على المسرح، بيحبهم، يصيرون هذولي كلهم بكرة هم نجومي الشباك. فبدال ما أعطي 30,000 في دعاياتي وأنا ميزانيتي يمكن 100,000 بس، لا راح بعدين أصير أعطي 20-30,000 الولد ديرتي، تمام، وأنا أصلاً أريد ميزانيتي صارت مليون في العمل من كثر ما إيش نميت فلوس. إلى الآن ما شفت أي منتج جرب التجربة هذه إني يكثر دعاياته، خلني اشوف دعايه المسرحيه في كل مكان. طبعا انا هنا سؤال ثاني شوي يا عبد الهادي، بس في شغله، في منتجين في البدايه امنوا في هذا الشيء كويس ونجحنا معاهم زين، لكن مع طفره جلب النجوم تغير صح. بس نجحوا ولا ما نجحوا؟ بعدين ما اعتقد في بداياتهم هم نجحوا. في البدايه لو انا مثلا نجم احمد، انا كمنتج انا مو معروف، انا بفلوس انجم احمد كمنتج، احمد بكره صار نجمي انا كشركه انتاج، صار سلعه خلاص. انا الان اطلع احمد على المسرح اضمن اني بعطي احمد 20 بدخل مليون نجم. هذا اللي انا اتكلم عنه، المنتجين لو يتجهون لهالموضوع راح نكسب ان شاء الله كثير، راح يكسبون بهالموضوع. طيب هنا نقول لو احنا يعني انا اشوف مسرحكم بسيط جدا، الله يعطيكم العافيه على قد ما شفت من شغف فيكم، في خشبه بسيطه بس مواهب جميله جدا، تجهيزات جدا بسيطه قديمه، لو صحتكم الفرصة نستدعيكم في مسرح ثاني غير المكان احنا فيه، عندكم مانع تطلعون برا نسوي مسرحية؟ طبعا لا، ما عندنا اي مانع، ما عندنا اي مانع اساسا. قدمنا مسرح انت المسرح هذا اللي تقول عليه، ايش قلت عليه المسرح؟ بسيط ترى، هذا نعتبره عظيم عظيم، واو تدينا مسرح كأنك تطالع ساعة بعدين نبدأ نشتغل نشوف ايش موجود ايش نقدر نشتغل. هذا دعاية لكم، انتوا عارفين اتكلم عن مين، قابلتكم كذا وتكلمت معاكم على دعم المسرح السعودي، وهذا هي النقطه، ان هم ببساطه المسرح هم فيه شغفهم ما شاء الله عالي، جد اقول لكم تستاهلوا كل خير، وانا جدا فخور فيكم وزعلان على الاخوان واخواتي اللي ما جونا اليوم. راحت عليهم يستاهلون، راحت عليهم ما قدروا يفضلوا. اخوي محمد حبيبي شرفناك الخير، الله يسعدك، الله يسعدك، شكرا، الله يسعدك ويوفقك عبد الهادي، ما لازم اغلط فيها احمد حبيبي، يعطيك العافيه، نورتنا. طب وجهه كاريكاتير ينفع تمثيلي، الله يسعدك، الصحه والعافيه، شباب سعودي على المسرح، خليكم دائما معانا ان شاء الله.